السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال والأحوال؟ ومرحب بكم في قناة موبل إلكترونيك دايكنوسي، معكم أخوكم محمد النور هارون إدريس. اليوم دارين نتكلم عن الفورد ومتطلبات أجهزة الفورد الأصلية في أثناء برمجة سيارات الفورد والمركري واللينكولن. فتعالوا سوا نشوف شنو المطلوب وما الأشياء اللي بتكون عقبة لنا أثناء البرمجة. اتصل بي الأخ فيصل، أهلا بك فيصل من المملكة العربية السعودية. وكذلك اتصل بي الأخ عبد الله شريف، يشكره ويقول شكرا لك. كل الأخوان اللي علقوا وبرضه من قناة جيبان برضه يشجع، قال لي يا أخي لازم محمد تدينا بعض الفيديوهات باللغة العربية. فإن شاء الله نحاول بقدر الإمكان اللي أنا أقدر أستطيع أن أوصلها لكم بقدر المستطاع. مشكلتنا اليوم، كل الشكر والتقدير لمشاهدتكم للقناة بتاعتي يا جماعة، وعليك شاركوا وعملوا لايك، ولو عندك أي سؤال أسألني إن شاء الله أنا بحاول بجاوب. الأخ من المملكة العربية السعودية الأخ فيصل سألني سؤال، وبرضه من دول الخليج في أخ برضه سلم عليه، وكل الأخوة في العالم، السودان، مصر، وكل الإخوة اللي بيتكلموا اللغة العربية. أنا ما بتكلم لغة عربية فصحى بطريقة سمحة، لكن بحاول بقدر الإمكان أديكم المعلومة. اتصل بي الأخ فيصل أطال الله عمره، قال لي يا أخي عنده مشكلة في الفورد. يا جماعة، الفورد أو الشركات الأمريكية بالذات أو صانعي السيارات الأمريكية بيحاولوا بقدر الإمكان لو في طريقة يستفيدوا من الدخل، او بيعقدوا الاشياء شويه عشان يلقوا الدخل شويه كتير، وفي بعض الاشياء للسيكوريتي او لسلامه مالكي السيارات. طيب الفورد نجي نعاين هنا على الشركه. طبعا هو هنا اخونا الاخ فيصل والاخ عبد الله شريف، اهلا بك. الفورد يا جماعه في شركه هنا الام، نجي نقول لكم فورد تك انفو. اذا انت عايز مثلا تخش الفليت له علاقه بايش؟ بيع وشراء السيارات. اما الفورد تك انفو هنا مثلا، ده المورو كرافت، شركه الموتور كرافت، وبيحدد لك انت وين. فمثلا هنا لما انا جيت فتشت انا ما لقيت دول الخليج للاسف، يعني ما لقيت دول الخليج، ولكن ما لقيت اي حاجه. لكن اوروبا، تركيا، يونايتد ستيت موجود. انا من الولايات المتحده الان في امريكا الان. فبتقول بانجلش وتجي تدخل في المحل في الموقع. اذا دخلت في الموقع هنا لازم تسجل. بتسجيلك ممكن في بعض الاشياء انت ما داير تدخل، زي السبورت لو انت عايز الهاردوير، عايز في سي ام 1. بالمناسبه في سي ام 1 عندنا، لكن في جهاز ثاني بيسموه الفي سي ام ام. الفي سي ام ام طبعا جهاز جديد بيختلف من باقي الأجهزة، لأنه فيه الميجرمنت بتاع المقازات الميتر، وبرضه فيه من 2001 all the way down ل 96 في المواصفات بتاعه. فوق الشانلز 4 شانل عادية ديجيتال ملتيمتر، 4 شانل سكوب، 5 شانل دايركت مونيتورينج، عنده الفايبريشن أناليسيس. الفايبريشن أناليسيس ده لما يكون أنت سايق السيارة وداخل السيارة يوجد مثلا في كركبه تحت السياره، بيحاول بياخد السيجنال من السنسرات اللي انت بتربطه جوا، وفيها السيجنال جنريتر. طيب الجهاز ده اذا انت اشتريته بتستغنى عن كل الاجهزه الثانيه. اوريكم الجهاز الثاني اللي انا بعد شويه اللي هو ده. خلينا نرجع ثاني للدايجنوست سبورت للهاردوير الفي سي ام 2 اللي هو ده، بتستغنى حتى عن ده. ده لما يجي 2021 2020 ما بيشتغل معاك ثاني ابدا الجهاز ده. وداير برضه السوفت وير بيتطلب لسوفت وير اللي هو اما يكون الاف جي دي اس او الاف دي ار اس. الاف جي دي اس والاف دي ار اس مرات انت عايز تعمل برمجه للسياره بالباث ثرو ديفايس، يعني اي باث ثرو ديفايس تجهزه وتشتغل به. وكله له تفسير كثير، لكن انا ما جاهز عليه الان. طيب بيحدد لنا مشكله ثانيه. المشكله الثانيه السيارات لما انت تكون عندك واحد من ديل او الفي سي ام ام ده
وتجي تشتغل في السيارات القديمة ما بطال، لكن إذا جيت على سيارات 2014-15 زي الشيفي فيوجن وبعض السيارات لما تجي تشغل عايز تبرمج انجين كمبيوتر مرات بيقول لك يا أخي دايرين سيكوريتي كود، والسيكوريتي كود دي المشكلة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. عشان تلقى السيكوريتي كود لازم تشترك في حتة بيسموها الناستاف. الناستاف دخلوا بين الشركة ناستاف NASTAF الناستاف ناشنال اوتوماتيك فورم ده اللي هو SDRM ده، هم دخلوا بين الصانع الشركات ودخلوا كود في النص لازم يدوك هو ترخيص عشان الجهاز بعد ما تدخل على برمجة المفتاح او غيرت الترانزميشن او البادي كنترول ماجول وعايز تعمل برمجة بيدخل عليك وبيقول لك يا اخي لازم تدينا كود، اذا ما عندك كود ما هتقدر تبرمج العربية. انا هسه عملت اللوجين ما هتقدر تبرمج. اها انا بلقى الكود ده وين؟ للأسف الشديد لما يتصل علي الاخ حاولت اتصلت بالشركة وقلت له يا جماعة أنا عايز كود، قال لا يا جماعة الكود ده بيجي لنفرين، إذا أنت لوكسميث في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا الولاية اللي أنت فيه بيحكمك كيف تلقى الترخيص، إذا أنت ميكانيكي بيعطوك تدفع اشتراك سنوي وبعد ذلك ممكن تدخل تبرمج بناء على الأسيس بتاعه. إذا أنت لوكسميث بتعمل مفاتيح لازم تديم كرت المفاتيح عشان تعمل في امريكا لازم يكون عندك كارت زي رخصة قيادة السيارات، بتقدم الرخصة وبعمل باك جراوند تشيك وتدفع تأمين للشغل بتاعك وبعد ذلك يعطوك كل المعلومات يعطوك التدخل. لكن للأسف هذا الترخيص لا يوجد إلا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لو ما عندك ما في طريقة. في حل تاني بسيط قالوا لي طيب، قلت لهم ماذا أفعل؟ عندنا ناس بيشتغلوا في مثل هذه يا أخي، قال لي تتصل بالشركة الكبرى عندك هناك، يعني أنتوا كناس موجودين في دولكم حاولوا أعملوا إنفسايز بواسطة وزارة المواصلات وزارة التوريد، يا أخي قولوا عنهن الفورد بيبيعوا لنا سيارات ونحن بنستعمل السيارات لكن الميكانيكية ما عندنا طريقة نبرمج السيارات دي، والزباين بيتعبوا معانا او مستعملي سيارات بتعبوا معانا، ادخل عليهم شوفوا لو الفورد بيفقد زباين، يعني تقول للشركه هي ما هنشتري منكم فورد لانه ما نقدر نصلحه، يمكن يدوكم طريقه معينه لو عندكم يونيون عندكم طريقه تدخل عليه وتضغطوا على الشركه، لكن غير كده الطريقه الثانيه حاول تتعرفوا على ناس اللي بتعرفوهم والفنيين اللي معاكم يتعاملوا انه يحلوا لكم مشاكلكم، لانه بعد سنه سنتين انتم بتكونوا في مشكله كبيره بتاع برمجه، اي واحد لازم يرفع العربيه ويودي هناك، وبرضه يمكن مع تقدم التكنولوجيا يطلع واحد يطلع لكم جهاز والجهاز ده ممكن يا جماعه بيعمل لكم البرمجه بدون ما ترفع العربيه توديه للفورد. انا قبل يومين او قبل اسبوعين ثلاثه في واحد غير كمبيوتر بتاع عربيه فورد 2014-15 فيوجن، هذا الفورد بيتطلب مني انه انا لازم ادخل الكود بتاعت الناستاف او الباسورد يوزر نيم باسورد وانا كان ما عندي. حاولت تتصل باخي او اي انسان هنا يديك الباسورد يوزر نيم صعب. مشيت اشتريت جهاز او كان معي جهاز الاوتيل ماكسي 608، الاوتيل ماكسي 608 موجود هنا عندي، ده ما هو طبعا ده الاوتو لاجيك الاوتيل ماكس او 6، هذا الجهاز انا عملت به شفت ده الماركر بتاع ماكس 608، هذا الجهاز بعد ما تغير الترانزميشن بتمشي عنده مكان، ده طبعا 95% مفاتيح وسكيورتي، تدخل عليه وتقول له انا عايز اعمل ريسيت للبارامتر ريسيت، بيعملوا طوالي عمل لي البارامتر ريسيت والسياره دارت. عملت في سياره ثانيه برضو غيرنا البادي كنترول ماجول، الفيديو موجود فورد اكسبلورر 2014-15 أو 2016 برضو عملت البارامتر ريسيت بدون اي مشكله. فلحد الان الخلاصه اللي انا وصلت اليه انه لا يمكن تعمل اي مفتاح او ما في طريقه، طيب تتصل
بناس في امريكا او بناس ثاني عشان يعطوك الباسورد، فيها مخاطر. وحتى الزول اللي هنا اذا لقوا انه استعمل عربيه في الداتا بيس انه من امريكا او من حته ثانيه، احتمال هو يفقد الترخيص بتاعه. كل الشكر والتقدير للناس المتابعين معنا. فدي نبذه بسيطه عن كيفيه استعمال جهاز الفورد والمشكله التي تقابلنا الان في كيفيه برمجه السيارات اللي عندنا. كل الشكر والتقدير يا جماعه. تاني اقول لكم تقدير، وان شاء الله نتلاقى في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في فيديو تاني بعد 3 دقائق هنخش ونعمل فحص للاير باك لميرك لينكن ام كي اس، كان الكرسي تحته فيه جهاز لوزن راكب السياره من ناحيه الراكب اتجاه الشمال اليمين. فكده خلينا نمشي نشوفه ده، واقول لكم السلام، والسلام عليكم.